خبريه متعلم يا ابو عقل نوى، ازاي تدخل دماغك حكاوي العيال دي؟ عمام اعترف لك كل حاجه وانا صدقك. اضحك عليك عشان يرمي التهمه في حج واحد ميت ويضع علينا طرنا منهم. ما تتكنوا عاد، بكره هنعرف ايه الحكايه. ما خلاص يا وجيده ما بقاش فيها بكره يا اختي. ولدك لغى المحكمه وصدق همام. افضها سيره يا عمي وفوض امرك لله. ربنا امر بقتل اللي يسعى في الارض بالفساد. ودياب بينخر على الفساد بابره علشان كده انا هنفذ حكم ربنا فيه واخلص عليه ومحدش لصالح بيا. او يا بت اطلع ورجوتك اطلع عنك، حاول ترضي عن اللي في راسه. خلاص راكبين فوق نفس البندريه ولينا عندهم جميل. هما يعني بيسون الجميل دول اول ناس ما لهمش كلمه. احنا عايزين ايه يعني غير العيشه في امان؟ يعني جت الحق دياب طول عمره بيدور على شر المنكاش. بيت تغريد يطلع لحد بره. يلا خد يا بت هاتي حبه لابوكي. يلا يا حبيبتي. يمين بالله لو كان جات لي دياب هيخليني نعيش في امان لكنت اول واحد اقتله، لكن انا عارف انه هيولعها نار. هم ليه يا نسمه يطفي النار؟ ما عاوزينش نولعها. واه بكفايه يا كرات وجع دماغ. بقول لك ايه، انت هنه مكان ابوك وكلمتك نافده على الكل، وان كان على عمك ناجي اتبات نار تصبح رماد. ربنا يهديه ويعجله. قوم يا اخوي قوم، حضرالك فرشتك قوم. كده مش عايزين نلاقي. طيب تصبح على خير. انت من اهل الخير. حنام نوم العافيه يا رب يا اخوي. سلامه بنتي يا تغريد. تعالي بعد ما تخلص الماموريه دي اجيبك عندي. اقعدي مع عمك اتفرجي على التلفزيون. ولا يهمك يا نور عيني يا حبة قلبي من جوا. هو سواد الليل ومن الفجر هروح أكسر بيت الخواجات وأقعدك فيه معززة مكرمة لغاية ما نخلصوا بيتك اللي حيكون أحسن بيت في النجا، وبعد كده مش هنفترقوا عن بعض أبدا. مش معنانا اللي نطلع من البيت، هو أنا مش ليها فيك زي اللي ليها؟ ليكي ده أنت حتى ليك الكوم الكبير كمان، بس برضك ما تنسيش إن هي أم عيالي والعيال ما يستغنوش عن امهم زي ما انا ما اقدرش استغنى عنك يا نور عيني. واديني معاك اهو وهنقضوا مع بعض احلى ليله في الدنيا. ايه ده؟ تسلم لي يا سيد الرجاله، هو في احلى من النوم في الدراوه؟ طب ده انا الودي ودي يطلع علينا النهار والناس تشوفنا نايمين جار بعض علشان يجوا يباركوا ويهنوني على ساعتي. خبر ايه؟ مالك قلبتك ده كانك فرحانه باللي هيحصل. قلبي طاير من الفرحه، فزت بسبع السباع. تسلم لي يا سيد الرجال. في ايه يا وليه؟ يا جارتي انا يا ماما. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا شوقي، انا في سمرت نافع. يا مرحبا يا مرحبا، تفضل. كتر خيرك يا اخوي، انا بس عايزاك في كلمتين واحنا قاعدين هنا. ما يصحش، دي بيت ولد عمك. اسمعني قبل ما تطب من جنابي. تكلمي براحتك. اغراب الشومه بالحمد،
جاني يقول لي خبر اكحل، النافح هو اللي سرق بيت حسان ولقي الحجاب بتاعه واقع منه. يعني هياخدوا بتاعهم من الميتين؟ هم لقوا فلوسهم والحكايه دي خلصت خلاص؟ لا ما خلصتش. انا عارفه جوزي زين ده خواف وعمره ما يقدر يعمل عامله كيف دي وحديه من غير حمايه. شوف يا بنت عمي، موضوع ده شر، كل ما تقفل يكون احسن. بس حرام العار يحط على راس انا وعيالي من غير ما يحط على راس اللي شرك جوزي، ويمكن كمان هو اللي جبره على كده. يا نفيسة، الحقيقه كلنا عرفناها بالعقل، بس الحديد فيها يحط بالعار على راس العيل. يبقى ما فيش غيره دياب، هو اللي وزه، مش بعيد يكون هو اللي قتله من خوفه لا يتفضح. في حد يجرس وحنش من غير ما يصرخ ولم عليه قومة لا اله الا الله؟ يعني ايه؟ يعني اللي نايم جاره ده هيقوم، مش يقعد نايم للصبح. انا كان قلبي حاسس. طيب يا دياب، طب ورحمة نافع متروج النار اللي في قلبي الا بدمك يا دياب. مناع افتح يا مناع، مناع مناع افتح يا ولد. حاضر. خبطي على ميتين. في ايه يا مرت عمي؟ عمك راح يتخ دياب، قلوب تفهمه ما عاوز يفهم، حب على يدك تلحقه. طب روح انت دلوق. يا ابوي على عقلك يا عمي. خلفوكي. شوفي انت مش هتتعدلي غير لما تاخدي قلمين يفوقوكي. خلاص يا عم خلاص، هملها يا عم هملها، سيب الخنجر ده، الخنجر ده مسموم. هملها يا عم، ربنا يعلم بالنار اللي فيها. وعاملينها ايه؟ مش كفايه ان هملت لها البيت؟ لسه الخنجر ده في اي حته، وانت فوتي قدامي. يلا بقول لك يا دياب، مرتك اتخوتت خلاص، الاحسن نبعده عن هنا. ويقولوا دياب خاف من مره، والله ما يكون، وعليها الطلاق بالثلاثه يا رقيه. لو رجليك خطت العتبه لا تسلك مطرحك. خلاص يا عمي ناموا انتوا، انا هتربس الباب وانام جنبه، ما تخافش. يا بنت ما تقومي تنامي، نامت عليكي حياتي. نار نار يا عمتي، حاسه ان جسمي موهوج وهطرشك خلاص. قومي كبي على نفسك كوزين ميه ساكعه، ولا مية العين كلها تبرد ناري. ما يطفيش ناري الا نتحنى بدمها ودمه هو كمان. بيني دمك انت اللي هيسيح وهتتحرمي من عيالك بدري بدري. منك لله يا همام، انت اللي زرعت العقربه دي هنا. بس اسكتي، انت ما عارفاش حاجه، لان جوزك كان بيروح لها من زمان ولوحده من قبل ما يجيبها هنا. دي حكايه قديمه. يجيبها هنا عشان يفرسني ويكدني، والله ما يكون. انا مصبرش عليها اما تموتني منقوطه. يا مري دي اكيد ناويه على الشر. ده ناكل قلبك. بيت تعالي يا بيت. مخبوله، الله يكون في عونك يا رقية يا بيت. دياب دياب. الواحد مش عارف ينام في الليلة الغبرة داي. النهار قرب يطلع يا اخوي، واحنا نايمين كده هنتفتحوا قبل ما يعرفوا خبر جوازنا، عشان كده اني هنروح. طيب روحي دياب، اني هنروح. روحي طيب يا رقية. طيب يا دياب، أخصى عليك يا دياب، هل عليك ولد عمك تقتله؟ فاكره فروج مش هيلاقي اللي ياخد داره؟ يا حرقة قلبي عليك يا نافع، وأنا بقول بيجيلي في منامي كل ليلة ليه؟ أتاريه ما مرتاحش في قبره. بسم الله الرحمن الرحيم.
العوافي يا نفيسة. انت مين يا خيتي؟ انت ولا جن؟ انا ام جميلة معودة بيتي اقعد فيه. تقهل مسحكي لحد دلوق. ما خلاص يا خيتي، النوم فات عني وتحرم عليها لحد ما ياخد طار جوزي. سلامت عقلك يا اختي، هتاخدي طاره من الحنشة؟ ده قدر ومكتوب. ايوه هاخد طاره من الحنش اللي جرسه. سلامت عقلك يا اختي، فدك بعافية. مع السلامة يا خيتي، ان شاء الله ما تشوف عافية ابدا يا دياه. قدرني عليه يا رب، قدرني عليه. أما لازم اسافر. ما ينفعش يعني اسيب عمر لايس لوحده مع ابوي في المستشفى. ابوك اقعد افطر الاول وبعدين ابقى اسافر. ترى ايه يما؟ انا خلاص اتجوزت وخلفت. الساكي بتعاملني عيني عيل صغير. مهما كبرت هتفضل في عيني صغير طول عمرك، ولا ايه رايك يا فاطمه؟ ونيان يا خالة، ينفع اتكلم بعد كلامك؟ ده حتى سيمناه بقى انساني خالص. هفوتها لك يا بنت مغاوري. يا فاطمه، أنا أقدر أنساكي برضك. انسيني أنت، يلا روح عند أهل عمي وخالتي، خليني أسلم عليها. هتاكلي معايا يا تغريد؟ جبنة ولا عسل؟ عسل. أنت اللي عسل يا عسل. يلا فاطرة. قولي لي يا تغريد، نفسك إيش تروح المدرسة؟ نفسي أبوي وديني المدرسة. ده انا اوديكي احسن مدرسه، اوديكي المرجديه عشان تتكلمي فرنساوي. يا سمناع يا سمناع، في يا زرزور؟ دياب البندار انقتل، دياب البندار انقتل. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. امنت بيك يا رب يلي بتقبل دعاء الولايه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انت اللي قتلتيه ولا لا يا نفيسة؟ لو انا اللي قتلته كنت دورت النجع ارجز وزغرت، لاني خدت بتار جوزي. ولو عايزين تقتلوني اقتلوني، انا مش هكون اعز عليكم من والد عمكم نافع اللي قتلتوه. قصر كلامك، اللي قتلتيه ولا لا؟ انا بقول له يا همام، ملك صالح انت يا مناع، وانت كمان يا ناجي، يكون في علمكم انتوا الاثنين الشك زي ما هو طايلها طايلكم انتوا كمان. ربنا خلاك تشك فيا انا كمان وتجيبني لهنا عشان اشوف دم سايح وناري تبرد. بقول لك يا مرأة مخلولة، قسما بالله لو ما بطلت الحديد ده لكون قاطع لسانك، وبجوريني مين هتكفل بعيالك يا نفيسة. اللي انت جاملي من الظالم قادر يربي عيالي. خبر يا نفيسة، اهدي يا بنت الناس واعدة للمال. احب على راسكم تسامحوا جوزي نافع. جوزي نافع كان خواف، وضروري اللي وزه وجوا قلبه هو دياب. يمين بالله مرة لو ما بطلت كلامك الماسخ ده لكون قطع لك لسانك الزالف ده.
الحمد لله فلوسنا رجعت لنا بالتمام والكمال يا نفيسة، والمسامح ربنا. انت وعيالك ملزومين مني لحد ما العيال يكبروا ويبقوا رجالة ويعتمدوا على روحهم، واكلكم وكسوتكم هديكم من بيت حسان. ربنا يجعله عامر دايما بحسكم يا سمناع. يلا قومي معاي دلوقتي نفيسة وخلي الرجالة يتحدثوا. تعالي هدي لك موضوع الشك وما الشك ده، لاني مقدر ظروفك وعارف اللي انت فيه. انا مضطر امشي، كان بودي همام يعني استنى معاك لحد ما تاخد عزا عمك، لكن ابوي في المستشفى وحالته خطر. معلش يا منى ما تاخذنيش، عايزك تبلغ عمي حسان ان العيبه اللي طلعت مننا في حقكم في رقبتي، في رقبتي يا منى، وانا ملزم باللي احكم بيه عمي حسان. خلاص فض هسيره ولم المولد ده. هتجنن هتجنن يا مناع، نفسي نعرف مين اللي قتل عمي. انا اقول لك على الشيطان اللي لازم تروح له او تقطع راسه وتدفنها مع عمك، ومش بعيد تلاقي دم عمك على خلقاته، لانه كان منكاد منه. مين؟ مين يا مناع؟ قول لي غيرتني. بانه هرب يا كبير. اقلب الوضع عليها واطيها، شوف اي حاجه. شوف اخرج يا كبير، عليها دم. ده دم اسود وناشف قديم. بلا جلبيه حريمي كان بيعمل عليها سحر. بقول لك يا شوقي، احرق الوضع ده، مش هنشوف لها اي اثر، وتاخذ معك رجلين وتدور في النجع كله. عايزك تجيب لي ابو الحمد حي او قتيل متعلق من على رقوبه. يلا يلا يا رجال. الله ما دايما لوجه الله، الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام. لا ناجي، انا مش هاخد عزا عمي غير لما ينقتل ابو الحمد. على اي حال انا جاي اقول لك شد حيلك، فضل شل انت دلوك للعيله كلهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصه ولد عمنا نبتدي من جديد، وبلاها زراعه الحشيش دي ولو انها طلع من عيني. اسمع يا همام، كيف ما قال مناع ولد اخوي، الحكومه عن قريب جايين هنا هيحطونا على الخريطه ويضمونا لاقرب مركز، علشان كده ما يصحش يعني الحكومه تجي النجع يلاقونا بنزرع حشيش. احنا سمعنا الحديث الماسخ ده قبل كده ومفيش حاجه منه بتتحقق، وبعدين لما نبقى نشوف نفر واحد من الحكومه جاي على بعد 100 كيلو نبقى ساعتها نقلع الحشيش ونقول لهم اهلا وسهلا. بكيفك وانت حر في اهلك وناسك. الا مفيش حد من عيله عبادي جاي عزينا كيفكم. كيف يا همام؟ انت ناسي ان دياب الله يرحمه قتل عبادي وسناري؟ كيف عاوزهم يجوا يعزوك او يجملوك؟ صح، ومش بعيد ينصبوا عزا عبادي وسناري الليله شماته في عمي. لو عملوا كده يبقوا غلطانين، كانوا هم بيقولوا ان ليهم يد في قتل دياب. لا اله الا الله، اهدى. عشتوا يا بندرية، عشتوا رجالة البندرية، لقيتوه وقتلتوه ها؟ لقيناه مرمي على الطريق قاطع النفس. أعوذ بالله، وشه عليه غضب ربنا، ده ما يدفنش في تراب مسلمين ده، شوفوا له أي متوة. وشه مزند، كأنه مخنوق يا ناجي. ولا يكون طصته عربية. خدوه، خدوه افحطوا له فحطة وارموه فيها. دلوقتي أقدر أقول لك البقايا في حياتك يا كبير البندرية،
والليلة هجيب رجالة العيلة وهناجي نعزيكم. شايف كده ناجي؟ خذ بنصيحتي يا ولد الناس وارفع راسك وسط الناجع، وقول انك اخذت بطارك من ابو الحد اللي قتل دياب عمك. انصب العزا وتوكل على الله. ولو العبايدة نصبوا عزاهم الليلة؟ انا هروح لهم وهقول لهم يكسروا الشر وبلاش يدعوا نفسهم بالكذبة حاجة ما عملوهاش. شوف يا ناجي، لو العبايدة نصبوا عزاهم الليلة هيبقى اعتراف منهم انه هم اللي قتلوا عمي. ايوه، ويتحملوا النتيجة. راس عمي بعشرين راس من العبايدة. ولا واحد ولا عشرين، هي على كده خلصت خلاص، والبقية بحياتك يا كبير البندرية. يلا يا مغاوري. يلا كبير، حياتك الباقية يا ناجي. الحمد لله على السلامة يا كبير الحوايطة. بعد عني، بعد عني، لو مربي كلب ما كانش هاملني زيك. طبعا كان قاعد تحت رجليك يهز بديله ويهوهو من غير لازمة. اسكت يا ولدي، كنت بصرخ زي الولاية من وجع الرأس. مهم انك قمت لنا بالسلام وبكت احسن من الاول كمان. الحمد لله. انا جبت لك اخبار كلها زينة. شايف الفلوس دي؟ طبعا تعرفها. جبت لك الفلوس المتعلمة عشان اريح بالك. فلوس اللي اتسرقت، ومين اللي سرقها يا ولدي؟ نافع ودياب، ودسوها بجبل العين، بس انا بعون الله لقيتها. عملتهم يا ولدي؟ قبلت اللي حطوا راس ده في البحر. اه، مدايم لوجه الله، اقرا الفاتحه ليهم يا ابوي، هننتقم من اموات. ماتوا موتة ربنا ولا اتقتلوا؟ ما تتعبش روحك، هحكي لك على كل حاجه، بس بشرط كلام اللي اقوله لك كانك ما سمعتوش. اتفقنا يا كبير يا ولد الكبير. تفضل. مدام نورهان زوج الصديق العزيز. اهلا يا بروفيسور. انا اسف اني اجيت لك مكتبك ولكن مضطر. تحت امرك، تفضل. شكرا. مش لاقي مناع بيه، وفشلت في كل محاولات الاتصال بيه، كنت عايز ابلغه بنجاح التجارب اللي حصلت في المصنع بتاعه. مناع بيه مشغول جدا مع مريض يعز عليه، وهو لسه ما رجعش من جد. مناع بيه ده عاطفي جدا، مع اني طمنته على صحة ابوه. ده انا جايب له اعظم جراح مخ وعصاب في العالم كله، دكتور ديفيد كيمول. هو قال لك انه مع ابوه؟ انت ما تعرفيش انه ابوه؟ معقول مناع مخبي عنك ان ابوه عيان وفي حالة خطر؟ لا طبعا، رحت وزرته. اصلا لسه راجع قريب من بره، ويا دوبك ماضي معاه عقد ابتدائي كده وشراكه في المصنع. حضرتك كمان شريكه في المصنع؟ مدام نورهان، ممكن تعزميني على فنجان قهوة؟ أنا عميل مهم عندكم في البنك وعايز أتكلم معاكي شوية، وأظن إنك أنت عايزة تسمعيني. يعني راضي عني يا أبوي؟ راضي عنك يا ولدي، وزين ما عملت. طب أنا عايز أستأذنك عشان عندي شوية مصالح في سوهاج عايز ألمها. بقول لك يا ولدي، مش هتجيبي عيالك عشان اشوفهم؟ قلت لك هجيبهم لك يا ابوي، بس خف انت وطيب وهتلاقيهم قدامك ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ابوي. الكلام ده ما ينفعش يا مناع بيه، انت طولت معاه في الكلام، واحنا عايزين نوفر له هدوء وراحه نفسيه اكتر. شوف يا دكتور، انا بعون الله دواه، وفايته لكم نفسي احسن من الاول كمان. طريق السلامه يا ولدي. ربنا يريح بالك يا ابوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نكشف ونتأكد. اه يا عمر، هترتاح خلاص من نومة الأكندة، هتقعد هنا جار عمك حسان. انت مش هتقعد معانا ولا ايه؟ لا، ادي اليومين قفل الموبايل، واكيد في شغل متعطل في سوهاج. هتغيب قد ايه في سوهاج؟ يومين بالكتير. ما اقول لك، انا اتفقت مع مناجي اجيب نسمع معاه المرة الجاية، وهنكتب كتابك هنا. ودي يا سيدي، ده جزء من حقك. وبقيت لك منطلونين على قميصين على جيد زازمة، روق نفسك انت عريس. ولو عايز اجيب لك حد من قالك انا وراجع ماشي. بعد ابوي وامي الله يرحمهم، انتوا اهلي وناسي. مبروك يا عريس، تروح وترجع بالسلامة مناع. انتوا جيتوا يا ولاد؟ قصدك لسه عايشين يا بروف؟ احنا شفنا الموت بعينينا
المناع ده طلع خطير جدا وعقبة كبيرة. انت هتقول لي ما هو سبق قتلني انا والرجالة بتوعي اللي من ضمنهم جاكوب اخو فلوجاني. انا يا ريت يكون شرف قتله من نصيبي انا يا بروفيسور، عشان اهدي النار اللي جوايا وانتقم لاخويا جاكوب وليك يا بروفيسور. لو المنظمة طلبت ان انا اقتله هكلفك بالمهمة دي، بس ما اظنش ان ده هيحصل قبل سنتين ونص على بال ما يخلص اللي عليه. خلال السنتين دول هنعمل ايه يا بروفيسور بعد ما طردنا من المجع؟ انت عملت اهم خطوة، اشتريت لنا البيت وبقالنا حق جوه ارضهم. همام ضعيف وبيخاف من مناع، وانا شايف ان لو ضمنا دياب لينا هيكون مكسب كبير قوي. ودياب ما بيخافش من مناع؟ امال ليه ما دافعش عنه؟ لان همام سمع كلام مناع، وهمام كبير عيلته. يبقى مناع هو الاهم، والمنظمه كان ليها حق لما قالت ان مناع هو مفتاح بوابه الصعيد. اما بالنسبه لدياب بقى انا اعرفه كويس واعرف استخدمه امتى وازاي. يا ابوي ايه المفاجاه الحلوه دي؟ والله كنت تمنيت حاجه وتحققت. ما كنتش عارفه اني حسدك للدرجه دي. انا خايفه اصدقك. وليه مش مصدق؟ ده انت نور حياتي كلها يا نورهان. مصدقاك لانك عمرك ما كدبت عليا ابدا. البروفيسور فايهايزر عدى عليا في البنك وساب لي العقد ده. الله يحرق ابو ابوه. انا عارف طالع مني انك شيطاني. مناع انا عايز افهم كل حاجه وبصراحه ووضوح، لان جالك هيموتني. قال لك حاجه الشيطان ده؟ قال لي انه معرفه قديمه من ايام ما كنت في الثانويه، وكان بيعلمك الزراعه في اسوان. زراعه؟ زراعتي ايه؟ زراعه نباتات طبيه بتتباع بسعر غالي قوي. وي 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 يكونش قصده و... بيفتكر حاجات لها عمر. ايوه بس ده كان اسبوع واحد اتعرفت عليها عن طريق واحد خواجه معرفه، ولقيته بيزرع في الصوبة عنده في الفيلا يعني نباتات غريبة فعجبتني، قلت له علمني علمني. وبعديها ما بشوفش غير زهورات يعني كل حين ومين. الغريبة انه قال لي انه بيعلمك الزراعة انت وابوك، واللي انا اعرفه انك مالكش اب ولا عيلة. هو في حد بيتخلق من غير اب ولا عيلة؟ ليه؟ مزروع شيطاني؟ بس انت قلت لي انت مش عارف جذورك فين، وان الطار قضى على عيلتك كلها. انا مش عارف ايه الداعي لكل التحقيق ده. مناع انا عرفت كل حاجه. انا رحت جنا وشفت ابوك وهو في العنايه المركزه. هقول لك على كل حاجه، بس انا والله العظيم كان فيني اقول لك من الاول. امتى يا مناع؟ امتى كنت ناوي تقول لي؟ افهميني يا نورهان، انا عشت طول عمري بعيد عن عيلتي، تربيت هنا سوهاج زي اليتيم. اهل بلدنا كلهم ما لهمش اوراق ولا اثبات عند الحكومه، حتى العيال يتولدوا من غير اي شهاده ميلاد. انا كان من حق احلم، احلم لعيالي بمستقبل جديد غير كده. واما شفتك صممت يكون لي نسل محترف بيه منك انت يا نورها. هو اختيار وانت طوعت احساسك واخترت من يومك تشيل عذاب ناسك تشيل عذاب ناسك. كان ممكن تقولي الكلام ده من الاول من غير ما تنكر أهلك. أبوك كان لا يمكن يوافق على جوازنا طول ما عارف إن أهلي رافضينكم، غير إن أهلي ساكنين في مكان بعيد. نجع الجبل دي ملهاش ذكر، ملهاش وجود على الخريطة من أساسه. مش عارف أحكي الحكاية إزاي لبابا وماما، أقول لهم إيه؟ مش بقيت تحصل مشاكل ملهاش آخر. وإدعي إنك تقولي لهم، حياتنا تخصنا يعني محدش تصالح بيها. عشان قلت لهم اني شفتك وانت حاطط ايدك على واحده.
وقلت لهم انك شفت ابوي؟ لا، صبرت واستنيتك، بس انا خايفه الحكايه دي تقلب الدنيا. بعدين يا مناح جربنا نوصل على البيت، ما قلتش هنقول ايه؟ اقول لك بس اياك تعرضيني او تشك فيا تاني، بس من غير ما تكذب. انا ما اكذبش، انا اقول الحق بس بطريقه تريح اللي قدامي. طب قول لي هنقول ايه عشان نبقى متفقين. هو اختيار وانت طوعت احساسك واخترت من يومك. يا كبير تشيل عذاب ناسك، حتى الحياة متنسك، فلا عطش ولا جوع. يا ترى طارت لفوق ونسيت طريق الرجوع، ونسيت طريق الرجوع، ونسيت طريق الرجوع، ونسيت طريق الرجوع، ونسيت طريق. يعني ما ردتش على سؤال يا منابي. انا بس عايز اعرف مين اللي قال لكم ان اعرف واحده ثانيه على مرتي. هو اللي يعرف القمر دي ممكن يعرف مره ثانيه؟ دلوقتي بتتحكي؟ وقبل كده كنت منكده علينا. على اي حال اتمنى يكون اللي شافوك جوا المستشفى حاطط يدك على كتف المره اللي كانت معاك، اتمنى يكونوا غلطانين وان واحد شبهك. هم مش غلطانين، ده حصل فعلا، بس اللي انا كنت حاطط يدي على كتفها دي زي اختي بالظبط، لا تجوز لي ولا جوز لها. يعني امها رضعتني وابوها رباني لحد ما بقيت كبير وقفت على رجلي. امال ليه يا ابني ما عرفتناش عليهم قبل كده؟ بصراحه انا قلت لهم يعني وهم استحوا، انا ما حبيتش اضغط على حد، بس لما عرفت ان ابويا عيان الحمد لله ربنا قدرني وعملت الواجب. يبقى الواجب تاخدني ازور ابوك ما دام عرفنا معروفه معاك، وبالمره اتعرف على اختك. مش عايز اتعبك يا ابني، ما تريحها خليها تعمل الواجب. حاضر يا ستي، الاسبوع الجاي هاخدك اعرفك عليهم، وكمان يمكن تحضري كتب كتابها. ها انبسطتي؟ استريحت يا ست نور، قومي بقى جهزي الاكل لجوزك، زمان وحش اكلك. يا نورها لو انت الفتره اللي فاتت دي ما كنتيش بتطبخي. انا اقول الاكل ماسخ ليه؟ يو لا مؤاخذه يا حماتي. وقعتينا في الغلط. قطعت بين يدي وجنبي الجد الاحتاني، همي غشيم دايس على
على وردي وريحاني قطعت جيت يدي وقعت جيت لعتاني همي غشيت دايس على الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.